السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. حلقة اليوم حلقة جديدة تماما وبدي أحكي لكم عنها وإن شاء الله بتعجبكم الفكرة. الفكرة مش فكرتي أبدا، فعليا صديقي أنس شحاد الله يجزيه الخير حكى لي إنه في قناة أمريكية أو حتى كندية بيعملوا فيديوهات زي معلومات تقنية سريعة جدا، بيحكوا عن معلومة معينة فقط سريعة جدا بطريقة سريعة بشرحها وبروح. شفت القناة هاي فعليا، ححط رابط القناة في الديسكريبشن تحت بالانجليزي. هي القناة انا عجبتني الفكرة وبدي اصير اترجم بعض الحلقات باسلوب الخاص، وممكن حتى اعمل حلقات يعني مش مترجم، انا اعملها اشوف اشي مناسب احكي عنه برضه باسلوب الخاص. هو قريب من سلسلة افهمها صح، بس افهمها صح بتمسك موضوع معين وبتشرحه بالتفصيل. انا ممكن مثلا معلومة التقنية هاي احكي عن مثلا Optical Image Stabilization، بس احكي مثلا عن الرام، احكي مثلا عن الشاشات، يعني عن اشي واحد معين سريع، معلومة سريعة. وبدي اسمي السلسلة هاي مش يعني انا محتار بصراحة، ممكن تفيدوني، يعني ممكن اسميها معلومة تقنية صح او اسميها معلومة تقنية سريعة. فانتو بالنسبة لموضوع اسم السلسلة يا ريت تشاركوني وتعطوني رأيكم بموضوع شو اسمي هاي السلسلة، وان شاء الله بتعجبكم. اول حلقة بدي اعمل عن فيتشر واحدة موجودة في برنامج الجوجل مابس، هسه بدي احكي عنه، خليكم معي. جوجل مابس فيها فيتشر اللي هو ترافيك، تعطيك عن موضوع المواصلات والشوارع والأزمات. بس قبل ما تيجي جوجل مابس كيف كان العالم عايشين؟ في أمريكا على الأقل كانوا عايشين بالنسبة للشوارع على الراديو، يفتحوا برنامج إذاعي يحكوا والله في أزمة بالشارع مثلا صوفية، ما تروحوا هناك غيروا الشارع إذا زبطت معهم هاي، وممكن ما تزبطش معهم يقع بالأزمة وخلص. بعدين تطور العلم، ولما أجت جوجل حكت بدها تسوي الجوجل مابس، حكوا بدنا نستفيد من أي إشي موجود. شو الإشي الموجود اللي ممكن أستفيد منه؟ بلش يعملوا يجمعوا معلومات عن الخرائط وعن الشوارع، قديش فيها أزمة يوميا، يعني زي دراسة، وصار يخزنوا هذا التاريخ تبع الشارع، فصاروا يعتمدوا على التاريخ انه والله من الساعة 5 للساعة 6 الشارع الفلاني ازمة. كان يعني حل بسيط ولكن مش حل جذري. ضلت جوجل ورا الموضوع، بعدين طلع فكرة الموضوع الاندرويد والسمارت فونز والايفون في كل العالم بلشت تنتشر. حكت جوجل ليش ما انا استغل كل تليفون موجود في العالم، مش كل تليفون فيه جي بي اس اللي هو محدد الموقع تبعك موجود في كل جهاز. فحكت انه بدها تستخدم الجي بي اس لحتى تحدد الازمات في الشوارع بالعالم، وفعليا بلشت جوجل مابس تستخدم الجي بي اسات الموجوده في التليفونات، وعلى اساسها ترجع لك لايف فيد او معلومات حيه انه الشارع الفلاني حاليا ازمه او الشارع الثاني مفتوح. بكل بساطه هيك صارت تعرف تحدد وين مفتوح الشارع وين مش مفتوح. تقريبا هي جوجل بتغطي 90% او 90 دوله او اكثر بهذا الموضوع، والاردن مغطي من الموضوع. افتح جوجل مابس حتلاقي فيه شيء اسمه ترافيك، روح على ترافيك حيرسم لك الشوارع بالالوان، الاحمر احمر قاتم أزمة خرافية، البرتقالي أقل، الأخضر فاتح. وإذا أنت برضو بتحب تعرف كيف جوجل بتحدد وين مكانك، الجي بي أس مبدئياً بيحدد مكانه. الشغلة الثانية بتقيس السيجنال اللي طالع من التليفون، الإشارة طالع من تليفونك لأقرب جهاز إرسال أو محطة إرسال، وقديش بياخد ليروح ويرجع من تليفونك. جوجل بيقدر يحدد بالضبط وين مكانك، يعني بدرجة كبيرة، فهو بيعرف اكزاكتلي انت وين موجود. نقطة ثانية، في بعض البلدان جوجل مابس بتحذر الناس انه لا تروحوا الشارع الفلاني في حادث او حريق او كذا. هي استحوذت على شركة اسمها ويز، ويز هاي اشترتها 2013، بتعطيها خصائص زي هاي الخصائص. هاي اول نقطة. النقطة الثانية، جوجل بتتواصل دائما مع سلطات السير والطقس، دائما بيزودوها بمعلومات، هاي المعلومات بتضيفها للكم الهائل من المعلومات اللي عندها عشان بالاخر تطلع لك على جوجل مابس كل هاي المعلومات. الجوجل مابس عملها بيختلف من دولة لدولة، يعني في دول بتلاقي فيه معلومات أكثر من دول مثلا زي الأردن. فلذلك لما تسافر حتشوف إنه جوجل مابس تتصرف مرات بطريقة مختلفة، ليش؟ المعلومات تختلف، ولكن هاي هي الطريقة اللي جوجل عملتها عشان تستفيد من الأجهزة اللي موجودة في كل العالم حاليا. وفعليا صار الموضوع جدا مفيد، انا كثير بعتمد على جوجل مابس كل مشاويري. بضل نقطة واحدة، انت ما بدك اي حدا يعرف وين مكانك، لا جوجل ولا غير جوجل. شو الحل؟ الحل بسيط جدا، تدخل على جهازك على الاعدادات بتسكر اشي اسمه اللوكيشن، اي اشي اسمه لوكيشن طفيه. بتمنى تكون هاي المعلومة السريعة، يعني انا عارف انه هي مش سريعة كثير، حتكون معلومة ما بين 3 دقائق الى 5 دقائق. اذا كان بالامكان تكون معلومة اصغر من هيك راح اسويها ان شاء الله، بس الفكرة مش السرعة، الفكرة المعلومة هاي فعلا تفيدك، معلومة صغيرة جزئية بس تفيدك فعليا في حياتك اليومية. اكتبوا لي اقتراحاتكم وارائكم على هذا الموضوع، وان شاء الله مستمرين وراح تستمر سلسلة افهمها صح
واستخدمها صح، وحاليا معلومة تقنية صح أو مش عارف شو راح نسميها بعد ما نشوف تعليقاتكم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.